نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، تسلم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية رسالة خطية موجهة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة. الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقمة الخليجية، حيث سلم الرسالة معالي وزير خارجية الجمهورية اليمنية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي، وجاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية صباح اليوم بمعالي وزير الخارجية اليمني. وقد أكد معالي وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط بين القيادتين والشعبين الشقيقين، مشيرا معاليه إلى أن هذه العلاقات قد حققت الكثير من الإنجازات على كافة المستويات. وتم خلال الاجتماع أيضا تبادل وجهات النظر والرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ناجح بكل المقاييس، أولا كانت فرصة لكي نستعرض ما تم إنجازه من المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية. أن نجاح كبير لم يكن أحد يتوقعه قد تحقق في اليمن. أن اليمن مثلت نموذج في حل الأزمات السياسية من خلال الحلول السياسية وليس العنف. وأظهر أيضا أن الأخوة في دول مجلس التعاون سيقفوا مع اليمن خلال المرحلة الثانية وصولا باليمن إن شاء الله إلى الانتخابات في 2014.